سائل يقول: في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي رضي الله عنه، يقول: هل يستدل بهذا بجواز التبرك ببصاق المشايخ؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز التبرك بأحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بمن فصل من جسده الشريف من ريق أو شعر، من ريق أو شعر أو عرق، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك، ما تبرك المسلمون بأبي بكر وهو أفضل الأمة، ما تبركوا بشعره ولا تبركوا بثيابه ولا بعلمه، من هذا لا يجوز، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.